من المشاهد اللي شفناها امبارح الحقيقه كانت رائعه، يعني كمان قبل انطلاق المباراه لازم ندي طبعا فريق حرس الحدود يعني هارد لك، يعني هبوطه لدوري المحترفين، ولكن الممر الشرفي هي الممر الشرفي اللي عمله فريق او فريق نادي حرس الحدود اللي قدام حضراتكم، وده شيء يعني يحترم، وده الطبيعي. خلي بالكم يا جماعه، يعني هو ده الطبيعي في كل بلاد العالم وكل دوريات العالم، عمليه احترام البطل، وكمان ده بينعكس على احترام كمان فريق حرس الحدود وانعكاس احترام كل جماهير النادي الاهلي، واللي بتشجع طبعا النادي الاهلي احتراما لهذا الفريق اللي نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الموسم القادم ويصعد مره ثانيه الى الدوري الممتاز. كل التحيه الحقيقه لنادي حرس الحدود على اللفته الطيبه والجميله اللي عملها بكل حب في ظل طبعا ظروفه السيئه والصعبه بعد طبعا هبوطه رسميا للدرجه او دوري المحترفين.